قاعد كول داون. فكرتها اجت لان احنا نريد نسوي فد سنتر يليق بكوميتي الالعاب بالعراق، لان كوميتي الالعاب عندنا اللي بالعراق شويه يفتقر عن هواي امور من ضمنها الكواليتي مال العاب، الانترنت، اضافه الى تواجد الجنسين، وهاي اهم شغله ركزنا عليها. لان احنا هنا ممثلين باتحاد العاب الرياضه الالكترونيه، انا شخصيا رئيس الاتحاد والمؤسس الثاني اللي ويا اللي هو الامين العام، فكرنا نسوي سنتر ويكون ايضا راعي للاتحاد، بعد نستقبل بطولاته اللي تليق به على مستوى دول العالم والمستوى العربي، باعتبار ان الفرق العراقيه واللاعبين العراقيين موجودين وصلوا مرحله مشاركات عالميه، وصلوا مرحله يحققوا المركز الثالث العالم، وصلوا مرحله ياخذون الاول على العرب، فليش ما عندهم سنتر يليق بيهم؟ صراحة أني من أشد المحبين الجيمز بشكل عام، مو شرط أنه الألعاب الإلكترونية إنها بورد جيمز، بشكل عام الفريندلي أتموسفير اللي تسوي كلش حبيت فقرة أنه المكان بي يعني فيميل فريندلي إنفايرمنت، وهاي واحدة من الأشياء اللي تنحس بهاي القاعة. وأني صراحة أنه كلش متحمسة لتجربة الفي آر لأنه هاي أكثر شغلة كنت مدققة عليها بهاي القاعة. طبعا هذا المكان كلش مناسب للبنات، فريد من نوعه، اول مركز هيجي عندنا هنا ببغداد، تقدرين تجين انت وصديقاتك تلعبون العاب كومبتيتيف، اكو في ار، اكو سينما، اكو كافيه، يعني فعاليات كلش لطيفه، اكو همين بورد جيمز، وهذا الشيء همين شيء يعني جديد بالمراكز مال الالعاب، هم الواحد ممكن يستفاد منه تجارب كلش جديده وحلوه. فكره حلوه، الان العالم والشباب كلها متجهه، صحيح اكو العاب كرة قدم واكو ساحة وميدان، الان صار اتجاه كله العاب الكترونية بمستقبل، جهزناها بكل ما يحتاجون من اطور الحاسبات شاشات. اضافة الى كل الالعاب الفكرية عندنا موجودة، بورد جيمز غيرها راح تكون ايضا على مستوى الالعاب الفكرية اللي هي الورقية واللي غيرها، اضافة الى صالات خاصة للاعبين المحترفين والبنات، ايضا صالة خاصة بهم فقط يلعبون. وإضافة عندنا موضوع السينما ضفناها لمسة جديدة، والتجربة الواقع الافتراضي الـ VR لأول مرة بالعراق. الغاية من هالمكان عندنا هدفين، الأول اللي هو الطابع اللي خلينا نقول الاحتراف الرسمي، إنه هنا كل لاعبين محترفين يجون. الموضوع الثاني موضوع ترفيهي، هنا سنتر ترفيهي بمستوى يعني مثل نقول راقي، بحيث إنه يقدرون كلا الجنسين يجون هنا يقضون وقت، يقدرون يلعبون براحتهم، يجربون شغلات جديدة ما موجودة بالعراق. وش حكي احنا نحكي.